تسأل الأخت يا فضيلة الشيخ عن حكم إزالة شعر الساقين واليدين بالليزر عند المرأة، تقول حيث إن شعر جسمي فوق المتوسط. لا بأس بإزالة شعر الجسم بأي وسيلة كانت، إلا إذا كان الوسيلة ضارة. إذا كانت الوسيلة ضارة فلا يجوز استعماله، أما إذا كانت غير ضارة فلا مانع من إزالة شعر الجسم، مع ملاحظة أنه يحرم على المرأة أن تزيل شعر حواجبها وأن تستعمل النمص، بل إن بعض العلماء يرى أن حتى إزالة الشعر من الوجه أنها من النمص، فعليها أن تتقي الله ولا تعبث بحواجبها. وأما بقية شعر الجسم وإزالته للنظافة والتجمل فلا بأس بذلك. نعم.